ثم فصل. إذن هذا بيان مسائل حجر آخر. حجر يعني ليس حجرا واحدا بل حجر يعني أنواع أو نوعان. الأول المالي هو حجر الإفلاس الذي والذي يأتي هو حجر يعني غير المكلف. حجر غير المكلف يعني صبي أو مجنون هكذا مسائله يذكر في هذا الفصل. فصل يحجر بجنون إلى إفاقة. إفاقة يعني إفاقة صافية يعني تامة يعني القابل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حدة في الخلق. ينبغي أن تكون الإفاقة خالصة. إلى ذلك الوقت يحجر. حجر يعني منع من التصرف كما سبق يعني كما قلت. ثم حجر يعني هو منع من تصرف خاص بسبب خاص هكذا ذكر في التحفة. وصبي يحجر بجنون إلى إفاقة. يحجر صبي إلى أين؟ إلى بلوغ. إذن حجر الجنون إلى الإفاقة، حجر الصبي إلى البلوغ. ثم هو يبين كيف يكون البلوغ. هذا الذي يقول بكمال 15 سنة قمرية تحديدا بشهادة عدلين خبيرين هكذا أو خروج مني أو حيل هكذا هكذا يعني أسباب لثبوت البلوغ. إذن أولا هذا يعني البلوغ بالسن هذا الذي يبين البلوغ بلوغان بالسن أو بال إلى أي حد لا بخروج المني. فإذن هنا بلوغ بكمال 15 سنة معناه يعني بثبوت كمال بثبوت كمال 15 سنة. سنة تعتبر يعني سنة قمرية ليست سنة سنوية شمسية بينهما يعني تفاوت بعشرة أيام تقريبا. ثم هذا تحديد ليس تقريب يعني 15 سنة ليس تقريبا بل هو تحديد. مما يعتبر هذا 15 سنة من أي وقت؟ ذكر في التحفة من انفصال جميع الولد. فإذا ينبغي أن يعتبر اللحظة التي ينفصل فيها جميع الولد باللحظة ينبغي أن يعتبر بتمام يعني 15 سنة هذا يكون باللحظة إلى اللحظة هكذا بشهادة عدلين. إذن هذا بكمال بكمال باغ متعلقة ببلوغ إلى بلوغ البلوغ بأي شيء بكمال وهذا الكمال بأي شيء بشهادة عدلين. فإذن هناك ينبغي أن يقدر الثبوت يعني بلوغ بثبوت كمال بشهادة عدلين. لماذا؟ بالشهادة يثبت الأمر لا يكون الكمال حقيقة بل يكون ثبوت عند القاضي. لذلك هناك معنى العبارة هكذا بثبوت كمال 15 سنة قمرية تحديدا بشهادة عدلين خبيرين. ثم أو خروج مني هكذا سببا ثم سبب آخر للبلوغ خروج مني. خروج المني ذكرا كان أنثى كذلك 15 سنة إلى ذكرا كان أنثى هذا هو الراجح في مذهبنا. هناك عند العلماء خلاف بعضهم قال يعني هذا المرأة يعني بلوغها سنا ب15 سنة أما الرجل يعني 18 سنة من قال يعني ب25 سنة إلى نعم.
ثم وخروج مني أو حيض. حيض كذلك حبل أيضا، حيض حبل للمرأة. أما الإحبال يكون للرجل، يعني رجل جامع امرأة هي حبلت، فإذا علم أن هذا يعني هذا لم يعلم حاله هل بلغ أو لم يبلغ، وأعطي امرأة حبلت فإذا علم أنه بالغ، هذا إحبال في الرجل يعتبر. بالإحبال في الإحبال هكذا يعتبر جنسيتي، يعني بعد وضع هذه المرأة الحملة يحكم عليه بالبلوغ قبل 6 أشهر ولحظة، يعني أنه بلغ قبل 6 أشهر ولحظة من وضع هذه المرأة الموطوة، وإمكانهما يعني إمكان الحيض وخروج المني كمال 9 سنين، هذا أيضا قمرية، لكن هنا 9 سنين تقريبا يعني كما ذكرنا في باب الحيض، هناك يعني تقريب، لذلك لو خرج الدم قبل تمام 9 سنين يعني تحقيقا بأقل الطهر يعتبر حيضا، لذلك هنا في الرجل أيضا هكذا إمكانهما، يعني إمكان الحيض وخروج المني. لماذا ذكر هذا الإمكان؟ يعني لو خرج ما يشبه المني قبل كمال 9 سنين تقريبا لا يبلغ الولد، يبقى في سباه، كذلك في الحيض أيضا لو خرج دم من صبية بلغت من سنها 8 سنين فقط، هذا الدم ليس حيضا بل هذا يعني استحابة. ويصدق مدعي بلوغ بإمناء أو حيض ولو في خصومة بلا يمين إذ لا يعرف إلا منه. فإذا إما أن رجل أو امرأة يعني ذكر أو أنثى ادعى أنه بلغ، كيف بلغ بإمناء، إمناء يعني خروج المني، أو ادعى يعني أنثى ادعى بأنها بلغت بالحيض، يصدق كلاهما ولو في خصومة، يعني هذا الدعوى جاء في دعوى خصومة، ليس هذا في يعني ما كان قولهما في دعوى هذا البلوغ، بل يعني كان هناك خصومة أخرى أثناء دعوى تلك الخصومة ذكر أو أنثى ادعى أنها بلغ بالحيض أو خروج المني يصدقون، لا حاجة إلى يمين أيضا، لماذا؟ إذ لا يعرف إلا منه لذلك يصدق، لا يعرف البلوغ إلا منه من هذا المدعي، لو كان بالبلوغ، أما لو كان بالسن فالناس كلهم يعلمون يعني متى ولد ثم يحسب السنوات. ثم هناك يعني علامة أخرى، وهذه العلامة ليس في حق المسلم بل يعتبر في حق الكافر فقط في بلوغه فقط، هذا الذي يذكر. ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج إلى الحلق في حق كافر ذكر أو أنثى عمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام. نبت العانة، العانة يعني هذا الشعرات يعني حول الفرج والذكر، هذه الشعرات تسمى باللعنة، وهذا نبت اللعنة الخشنة، خشنة ما معنى الخشنة؟ بحيث تحتاج إلى الحلق، نعم، في حق كافر، هذا
تصوير للخشنة بحيث تحتاج. فإذا لو لم تحتاج إلى الحلق لا تكون خشنة. فهذا يرجع في هذه الحاجة إلى العرف في حق كافر أمارة. الكافر ذكر النموذج أمارة على ما على بلوغه بالسن أو الاحتلام. فإذا هذا نبت اللعنة الخشنة ليس سبب البلوغ، قل به يعرف أن هذا الرجل بلغ إما بالسن أو بالاحتلام. لماذا يعتبر هذا؟ هذا بالنسبة للكافر يتعذر في بعض الأحيان إدراك بلوغه. لماذا؟ هذا كافر ممكن يؤخذ أسيرا، المسلمون يأخذونه أسيرا، ثم بعد ذلك لو بلغ لو ثبت بلوغه يكون هناك تصرفات فيه، ما قتله وهكذا، لو كان صبيا لا يجوز قتله هكذا، يعني تصرفات مختلفة. فإذا هذا الرجل ممكن هو يدعي أنه لم يبلغ. لماذا؟ هذا ذكر ممكن أن يدعي، أو هذه اللمة أخذها المسلمون تدعي لأجل التخلص، تدعي من القتل أو من فرض الجزية كذا كذا، عدم البلوغ كذبا تدعي يدعي. نعم، عندئذ ينظر يعني هل نبت اللعنة. لو نبتت اللعنة الخشنة أو هذه علامة. نعم، في حق الكافر هناك ذكر لا مسلم في الله صحي. لماذا؟ لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالبا. فإذا يمكن يعني مراجعة أقاربه المسلمين هل بلغ أو لم يبلغ، ولأنه متهم وكذلك لأنه يعني لأن المسلم متهم باستعجاله، يعني باستعجال أي شيء نبت اللعنة بالبلوغ تشوفا للولايات. المسلم الذكر يعني لو بلغ يكون يحصل على ولايات، ممكن هو يتشوف يعني يرغب في حصول الولايات لذلك يستعجل. فإذا هذا نبت اللعنة لا يعتبر، بخلاف الكافر. لماذا؟ لأنه يعني هذا البلوغ يفضي به إلى القتل أو الجزية أو ضرب الرق في الأنثى هكذا، لذلك هو لا يستعجل. فإذا لأجل هذه السهولة بالنسبة إلى المسلم لا يعتبر نبت اللعنة الخشنة، مما يدل على بلوغه سنا أو يعني احتلاما. أمارة إذن ممكن رجل هكذا ذكر نبتت عانة خشنة ثم ثبت أن سنه دون 10 دون 15 ولم يحتلف. لو ثبت هذان الأمران هل يحكم بهذه العلامة على بالبلوغ؟ لا يحكم. فإذا متى تكون هذه عمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام؟ لو لم يثبت أن سنه أقل من 15 ولم يثبت أنه يحتلم، عندئذ يحكم وإلا لا يحكم. ومثله ولد ولد من جهل إسلامه. ثم ما معنى الاحتلام؟ الاحتلام هنا بمعنى الإمناء، يعني خروج المني فقط. أما الاحتلام يعني أصل معناه ما يرى النائم في نومه، هذا هو الاحتلام. ثم وهنا معناه خروج المني مطلقا، ثم سواء كان في النوم أو في اليقظة هكذا. ومثله مثله يعني مثل هذا الكافر
في ثبوت هذا البلوغ ولد من جهل إسلامه. لا من عدم من يعرف سنه على الوجه، يعني هل يعتبر هذا علامة في ذكر مسلم؟ عدم من يعرف سنه، يعني ليس هناك من يعرف من جهة سن هذا الذكر، هل يعتبر هذا علامة؟ لا يعتبر هذا علامة له على الوجه. وقيل يكون علامة في حق المسلم أيضا، ليس في هذا المسلم فقط. من ندم من يعرف سنه على الوجه في مقابله قول بأنه يعتبر في حقه. ثم بعد ذلك قال وقيل يكون علامة في حق المسلم، هذا ليس ذاك القيل بل هذا قيل عام. نعم أيضا، يعني كما يعتبر في حق الكافر هذا يعتبر في حق المسلم عموما. ثم وألحقوا باللعنة الشعر الخشن في اللبط، فإذا هذا أيضا يعتبر علامة لبلوغه سنا أو احتلاما. ثم وإذا بلغ الصبي، فإذا يحجر بجنون إلى إفاقة وصبي إلى بلوغ، معناه لا يصح شيء من تصرفاتهما المالية. ثم متى يصح بالنسبة إلى الجنون؟ هذا عند الإفاقة. بالنسبة إلى الصبي أي إلى البلوغ، لكن لا يكفي مجرد البلوغ بل هذا البلوغ رشيدا يعتبر مع البلوغ رشده أيضا، هذا الذي يبين فيما بعدنا. وإذا بلغ الصبي رشيدا أعطي ماله، ما معنى الرشد؟ هذا سيبين المصنف في الكتاب. نعم إذن والرشد، نعم أعطي ماله يعني حان أوان صحة تصرفه المالية لذلك يعطي ماله. والرشد صلاح الدين والمال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعته معاصيه هكذا. فإذا عدم ارتكابه محرما يبطل العدالة، هذا هو معنى الرشد عند البلوغ. فإذا هذا هل يعتبر يعني وقت تمام البلوغ كما ذكرنا، يعني من وقت الولادة إلى تمام 15 سنة هكذا، أو وقت يعني خروج المني؟ ليس ذاك، بل هذا وقت موسع. إذن والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله، فإذا يراقب حاله حول البلوغ، ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا، فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا. ممكن هذا ولد في وقت الزوال، فإذا 15 سنة تتمها في وقت الزوال، فإذا هل يعتبر يعني عدم ارتكاب محرم يبطل العدالة في وقت الزوال فقط؟ لا، بل يراقب في أحواله. ثم بعد ذلك لو ثبت في أحواله شيء من هذه المحرمات فهو غير رشيد وإلا رشيد. وقت موسع عرفا. صلاح الدين والمال، فإذا في تصرفه المالية لا يفعل حراما، يعني لا ينفق مالا في حراما، وكذلك في خلقه وأفعاله وأقواله لا يفعل حراما.
هذا الدين. نعم. بأن لا يفعل محرما، ما يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة، كبيرة مطلقة. نعم. أو إصرار على صغيرة، إصرار على صغيرة يبطل العدالة، متى؟ مع عدم غلبة طاعات معاصيه. فإذا لو غلبت طاعاته معاصيه ثم بعد ذلك هو يصر على صغيرة فلا يبطل عدالته، بل لو لم غلبت طاعاته معاصيه عندئذ إما يكون كلاهما سواء، عدم غلبة طاعته في معترضه حالتان، كلاهما سواء أو المعاصي غالبة. في هذه الحالة الإصرار على الصغيرة يبطل العدالة، إما هكذا أو أن ارتكاب كبيرة مطلق معناه سواء غلبت طاعته أو لم تغلب هكذا. ثم وبأن لا يبذر، وهذا بالنسبة إلى صلاح الدين، ثم بالنسبة إلى صلاح المال هذا الذي يذكر بعده، وبأن لا يبذر بتضييع المال باهتمال غبن فاحش بالمعاملة وإنفاقه ولو فلسا في محرم. أن لا يبذر يسرف بتضييع المال، بتضييع المال كيف يضيع؟ باهتمال غبن فاحش، غبن فاحش يعني خسارة فاحشة، ويحتمل ثم بعد ذلك يضيع المال. ذكرني في التحفة مثالا لكون الغبن غير فاحش بخلاف اليسير كبيع، بيع ما يساوي 10 بـ9، إذن هو باع شيئا ثمن مثله 10، بكم باع؟ بـ9. هذا هناك غبن موجود لكن ليس فاحشا فلا بأس. فإذا لو باع بـ8 أيكون فاحشا، هذا هو غبن فاحش في المعاملة. ذلك إنفاقه ولو فلسا في محرم، تضييع المال باحتمال غبن كذلك وإنفاقه، هذا يعتمد عليه على الاحتمال. إنفاق هذا الصد، إنفاق المال ولو فلسا، فلس كما ذكرنا يعني عرضه الأموالي ثم في محرم، هذا أيضا يبطل يعني الرشد. نعم. إنفاقه في محرم يبطل الرشد، لا يكون معه رشد. فإذا لو أنفق يعني في المطاعم والملابس الفاخرة الناعمة، أو يعني تكثير الهدايا والصدقات، هل يعتبر هذا تبذيرا؟ لا يعتبر تبذيرا، هذا الذي يقول. وأما صرفه هذا في الحقيقة محترز قوله في محرم، صرفه يعني صرف المال، وإن كسر هكذا ذكر في النهاية ومغني في الصدقة، يعني هو يكسر الصدقة، يكسر الصدقة. ووجوه الخير، وجوه الخير عام، خير الصدقة مثلا هذا إتق هكذا، وبناء مسجد هكذا، والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به، إما هكذا تكثير الصدقة ووجوه الخير، أو صرفه أين؟ في المطاعم، الطعام الأطعمة، كذلك ملابس ثياب والهدايا، هدايا التي لا تليق به فليس بالتبذير. لماذا لا يكون تبذيرا؟ لأن له فيه غرضا صحيحا وهو الثواب أو التلذذ، هكذا ذكر في التحفة، إلة لكونها غير تبذير. لماذا؟ في هذه الثلاثة، يعني تكثير الصدقة، أو يعني تكثير الهدايا، أو يعني مطاعم ملابس غير لائقة به، بل هي فاخرة جدا عالية جدا،
أو هو أراد التلذذ، هذا مقصود صحيح، نعم غرض صحيح، هذا لا يعتبر تبذيرا، نعم. فيعطى ماله، نعم، هذا الصبي ورشيد مع هذا التبذير، نعم، يعني مع هذا الإنفاق في هذه الأمور الثلاثة الأخيرة. ثم وبلوغ الصبي ولو بلا رشد، يعني يصح الإسلام والطلاق والخلو، وكذا التصرف المالي بعد الرشد. وبلوغ الصبي ولو بلا رشد، هذا الرشد شرط لما للتصرفات المالية، أما في الإسلام والطلاق والخلع لا يشترط الرشد بل يكفي البلوغ، سواء كان رشيدا أو غير رشيد. هذا الذي قال، يعني هذا فرق بين التصرفات المالية وغيرها، نعم. ولو بلا رشد يصح ببلوغ الصبي، يصح ماذا؟ الإسلام، كذلك الطلاق، طلق زوجته، أو يعني خلع، اتفاق مع زوجته في الخلع ثم هكذا خالعه، خلعها، نعم، كذا التصرف المالي يصح بعد الرشد. وولي الصبي أب عدل فأبوه وإن علا فوصي. ثم ذكرنا الحجر على الصبي في التصرفات المالية، فإذا من الذي يتصرف في ماله؟ وليه. إذا من الولي؟ هذا الذي يقول ولي الصبي أب، لكن ينبغي أن يكون عدلا، لو لم يكن عدلا فليس له ولاية، نعم. ثم أبوه، إما أب ليس موجودا أو يعني موجود لكن ليس بعادل، عندئذ أبوه يعني جده، أما سائر عصبات لهم ولاية في باب النكاح فقط، ليس في باب التصرفات المالية، في التصرفات المالية هذان فقط. وإن على، يعني أبوه وإن على، ثم فوصي، يعني أب أبوه فقط، ثم بعده وصي، ليس للأم أيضا ولاية كما سيأتي، إلا إن كانت وصيا، هل يجوز يعني توصية الأم؟ نعم، مثلا هذا الأب شرف احتضر الموت، احتضر، عندئذ وصى بمال ولده الأم، صارت وصيا، يكون لها ولاية، بدون ذلك لا يكون لها ولاية بمال الصبي. ثم وصي، ثم لو لم يكن وصي فقاضي بلد المولي، قاضي بلد المولي، هنا البلد باعتبار التوطن، يعني أين وطنه؟ هذا هو المعتبر، نعم. إن كان عبدا، إن كان عدلا، نعم. قاضي متى يكون وليا للصبي؟ لو كان القاضي عدلا أمينا. فإن كان ماله ببلد آخر، يعني هو توطن في بلد ومال الصبي في بلد آخر، فإذا قاضي أي بلد يكون وليا؟ هذا الذي يقول فولي ماله قاضي بلد المال فيما في حفظه وبيعه وإجارته، إجارة بيع متى؟ عند خوف هلاكه، هكذا. فصلحاء بلده، لو لم يكن قاضيا إلا، هذا رجل يتيم موجود إن له مال إلا ليس له، هذا أب ولا أبوه ولا وصي ولا قاض، فإذا من هذا؟ صلحاء بلده، نعم، عليهم حفظ ماله والتصرف فيه. ثم أي تصرف يجوز للولي؟ هذا الذي يقول بعده، ويتصرف الولي بالمصلحة، بالمصلحة يعني بدون اعتبار المصلحة لا يجوز له التصرف. إذن أولا هو ينظر هل في هذا التصرف لو كان بيعا أو إجارة أو شراء أو أي شيء كان، ينظر هل فيه مصلحة أو لا، لو ظهر له مصلحة يتصرف، ويلزمه حفظ ماله،
واستنماؤه، استنماء يعني طلب نمائه وكثرته، قدر النفقة والزكاة والمواني إن أمكنه، يعني هذا له ماله للصبي، لو أنفق منه جزون 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 على الصبي هذا ينفذ، لكن هذا المال يقبل التكثير والتنمية، فإذا يجب عليه اتخاذ طرق هذه التنمية إلى أي قدر؟ إلى قدر نفقة هذا الولد وزكاة ماله وسائر مؤنه، فإذا يبقى هذا رأس المال وأصل المال على حاله بدون فوات شيء منه، هكذا ينبغي. هذا لو كان ممكنا، يعني بعض الأموال لا يكون ممكنا هكذا. وله السفر به، هل يجوز للولي السفر بمال الولد؟ نعم يجوز، لكن ينبغي أن يكون الطريق آمنا، هذا الذي يقول في طريق آمن لمقصد آمن، ليس الطريق فقط بل مقصود السفر أيضا، متجه السفر أيضا ينبغي أن يكون آمنا برا، هذا السفر بهذين الشرطين جائز في البر فقط لا بحرا، لا يجوز في البحر. ثم وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة، لو كان يمكن بماله يعني التجارة وكذلك شراء عقار، مثلا ماله أصلا نقدا 100,000 يعني من دينار أو درهم أو يعني دولار وهكذا يوجد، فإذا لو بقي هذا المال ثم أنفق على الصبي شيئا 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 هذا ينفذ، فإذا ذكرنا يجب استنماؤه قدر النفقة والزكاة والمواني، فإذا ماذا يفعل الولي؟ يتجر بهذا المال أو يشتري يعني عقارا أو يعني بيتا وهكذا، فإذا يأتي منه الغلة والفائدة، فهذه الفائدة هي كافية لمن يعني لنفقته وزكاته ومؤنه هكذا، فإذا ما هو الأفضل؟ التجارة أو شراء عقار؟ أفضل يعني شراء عقار، لماذا؟ أو هو أسلم وأكثر أمانة وسلامة، هذا يعني غلة العقار. أما التجارة يعني ينقلب السوق بسرعة، لذلك لو كان مرة ربع ومرة يكون خسارة، لذلك هذا هو الأفضل. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة، لو كانت هناك حاجة مثلا هذا خوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه، هكذا ذكر التحفة مثالا للحاجة، عندئذ يجوز بيع عقاره. أو غبطة ظاهرة، غبطة ظاهرة هو من أفراد الحاجة، هذا عطف الخاصية للعام. ما المراد بالغبطة الظاهرة؟ يعني رغبة الناس في هذا المال بأكثر من ثمن مثله، إذن هذا فائدة ظاهرة، الناس يرغب أو رجل يرغب في هذا المال بأكثر من ثمن مثله، يجوز بيعه عندئذ. نعم. وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا ليتخلص ذلك البعض، كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه، إذن مثلا وقع بين ولي الصبي وبين رجل آخر يعني خصومة، فإذن اتفق على الصلح بأي شيء، يعني وهو يترك شيئا ويأخذ شيئا، فإذن هذا مال الصبي مثلا هذا 1,000، لكن هذا رجل آخر ينكر ويقول هذا ليس 1,000 بل 500 فقط، فإذن وقع الصلح على 800،
فإذا هل يجوز له أخذ 800 وترك 200؟ نعم هذا جائز لو تعين. هذا الذي قال يجوز. أفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي. على بعض دين معناه على أخذ بعض دين المولي، وهو يأخذ البعض فقط لأجل الصلح. إذا تعين ذلك طريقا ليتخلص ذلك البعض، لأجل ذلك هو يأخذ البعض. لو لم يأخذه هو أيضا يفوت. نعم. كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه. نعم. انتهى. وله بيع ماله نسيئة، نسيئة يعني مؤجلا، الثمن في الأجل. نعم. لمصلحة يجوز. وعليه ارتهان بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موصرا. لكن لو باع الولي مال موليه مؤجلا يجب الارتهان، وأخذ الرهن واجب من المشتري. نعم. أخذ الرهن من المشتري واجب، ارتهان واجب بالثمن يعني في مقابلة الثمن رهنا وافيا. ينبغي أن يكون هذا الرهن مقداره يوفي مقدار الثمن، هكذا ينبغي. هذا الذي قال وافيا. متى هذا يجب؟ إن لم يكن المشتري موسرا، يعني هو معسر، عندئذ يجب الارتهان. أما لو كان موسرا لا يجب الارتهان، وهكذا الظاهر يعني فتح المعين. وهذا ما جرى عليه الشيخان، فيه خلاف في المذهب. نعم. ولي إقرار مال مهجور لضرورة. والذي سبق مسألة البيع، ما هو مسألة القرض؟ إقرار مال مهجور لضرورة جائز كما ذكر، أن حاجة أو غبطة ظاهرة. هنا لا تأتي الغبطة الظاهرة، لماذا؟ هذا قرض. فإذن لضرورة حاجة يجوز. ولقال ذلك مطلقا، يعني لا حاجة إلى الحاجة والضرورة، بل يجوز ذلك مطلقا كما سبق أمس، لأنه مشغول، عنده مشاغل. نعم. بشرط كون المقتر مليئا أمينا، وهذا شرط. نعم. ولا ولاية لأم على الأصحي. نعم. هذا محترز قوله ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض. فإذن أين الأم؟ هذا أم ليس له ولاية على الأصحي. نعم. ومن أدلى بها أيضا، من أدلى به يعني من جاء وراءها، الجد من الأم، إما يكون أم الأم أو يكون أم الأبي أو يكون نعم أو أبو الأم أيضا. أبو الأم الجد من الأم ليس له ولاية. من أدلى بها ذكر نوعها في الإدلاء. ولا العصبة لا ولاية لأم، أولا لعصبة. نعم. ليس ولاية لعصبة هنا يعني في التصرفات المالية، أما في باب النكاح يكون عصبة يعني ولاية. نعم. نعم. لهم الإنفاق، وهؤلاء ليس لهم ولاية، ومع ذلك يجوز له شيء من التصرفات. هذا الذي يقول. نعم. يجوز لهم، لمن؟ للأم ومن أدلى بها ولسائر العصبة جميعا، يجوز الإنفاق من مال الطفل في تهذيبه وتعليمه. نعم. فإذا هو ينفق عليه نفقة يعني الطعام وغيره، ومع ذلك ينفق من ماله في تهذيبه وتعليمه. لماذا؟ لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص. نعم. لو لم يكن الولي الخاص يجوز لهؤلاء هذا الإنفاق، حتى الإنفاق في تهذيبه وتعليمه. نعم. ثم ويصدق أب وجد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه، يعني لو وقع خلافه فادعى أب أو جد
بأنه تصرف لمصلحة هكذا كذا، إما إقرار أو بيع هكذا، أي تصرف كان يصدق بيمينه. الخلاف بين من؟ بين هذا الأب والجد وبين مهجوره، يعني بعد هجره هو يدعي. فإذا يصدق الأب أو الجد بيمينه. وقال بلا يمين، يعني مثلا هذا المهجور ادعى على قال أنه تصرف في ماله قبل هجره فيما كيف بدون مصلحة. هناك القاضي يصدق بلا يمين. نعم، إن كان ثقة عدلا مشهورا مشهور العفة، نعم، وحسن السيرة، لو كان هكذا لا حاجة إلى اليمين. ثم لا وصي ولا قيم، لا وصي ولا قيم، يعني وحاكم فاسق، هؤلاء لا يصدقون. لا، هؤلاء نعم لا يصدقون. نعم، الوصي والقيم وحاكم فاسق، بل المصدق بيمينه هو المهجور. نعم، لو كان خلاف بين المهجور والوصي فالمهجور يصدق بيمينه. متى هذا يصدق؟ حيث لا بينة، يعني لو كان للوصي أو القيم أو الحاكم الفاسق بينة في أنهم تصرفوا لمصلحة فأني يقبل قولهم، لو لم يكن لهم بينة المصدق بيمينه هذا المهجور. نعم، ما الفرق بين الوصي والقيم؟ الوصي يعني من تلقت الوصي، تلقى الوصية من أبيه. أما القيم يعني من ينصبه الحاكم لأجل التصرفات المالية في الصبي والصبية هكذا في غير البالغين. القيم من جانب الحاكم، الوصي من جانب الأبي. ثم حيث لا بينة، لأنهم قد يتهمون، لأجل ذلك المصدق يعني مهجور عليه. ثم ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأولين. فإذا ذكرنا هنا الوصي لا يصدق. فإذا لو كانت الأم وصية فالمهجور عليه يصدق، لا تصدق المرأة، هذا هو مقتضى قوله السابق. لكن ليس المسألة هكذا، بل لو كانت الأم وصية كانت كالأولين يعني كالأبي والجد، فإذا هما يصدقان، كذلك تصدق الأم أيضا بيمينها. لماذا؟ لأجل عدم التهمة في حقها. وهؤلاء لا يصدقون للتهمة، الصبي الوصي والقيم والحاكم الفاسق، نعم، وهذه التهمة مندمة في حق الأم. وكذا آباؤها، آباؤها أمهاتها كلهم يعني يصدقون. نعم، ثم بعده فرع. ليس لولي أخذ شيء من مال موليه، هل يجوز للولي، ولي أيا كان، ولي بين أبو النبو كذا كذا، هل يجوز لأحد منهم أخذ شيء من مال موليه؟ إن كان موس إن كان غنيا لا يجوز مطلق. يعني هذا رجل محبوس أو يعني مصروف وقته بالتصرف في مال هذا المولي، ومع ذلك لا يأخذ شيئا من ماله في مقابلة هذا المدي، سواء كان نفقة أيضا. متى؟ لو كان غليا لا يأخذ مطلقا. مطلقا ما معناه؟ انقطع بسبب ماله بمال موليه عن الكسب أو لا، ممكن لأجل تصرفه في مال موليه، وهذا الولي لا يستطيع أن يشتغل بشغله،
بسبب مال موليه ينقطع عن الكسب هي إلى ومع ذلك لا يأخذ شيئا لو كان غنيا. ثم فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته. فإذا من هو الغني في هذا الباب هنا؟ الغني يعني من عنده قدر نفقته، من يملك قدر نفقته هو الغني. الفقير يعني من لا يملك قدر نفقته، هذا هو. ليس الغني والفقير في باب الزكاة، هناك يعني من يملك النصاب غني، هذا في بعض المسائل يعني في إيجاب الزكاة كذا كذا، يعني معنى الغني يختلف. انقطع سباب وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته، نفقة يعني مونته. وإذا أيسر لم يلزمه، ثم بعد ذلك لو أيسر هل يجوز عليه رده؟ يعني رد بدله لا يجوز رد بدله، لم يلزمه بدله، بدل ما أخذه. ممكن هو كان أولا معسرا يأخذ هكذا شيئا شيئا شيئا، ثم بعد ذلك صار موسرا، عندئذ هل يجب عليه رد ما أخذ من ماله؟ لا يجب. قال الأسنبي رحمه الله: هذا في وصي أو أمين، أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا، سواء الصحيح وغيره. لكن أولا ذكرنا يعني مطلقا، لكن عند الإمام الأسنبي يعني خصص هذا التفصيل، هذا يعني ما ذكر من التفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه والغني، هذا التفصيل أين يكون؟ في وصي، الولي الوصي لو كان غنيا لا يأخذ بشيء، لو لم يكن غنيا بل فقير انقطع بسبب ماله عن كسبه يأخذ قدر مونته نفقته، هكذا ذكر. أما أب وصي أو أمين، نعم في وصي أو أمين، نعم أمين يعني حاكم أمين. ثم أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا، سواء الصحيح وغيره. الصحيح معناه القادر على الكسب، غير يعني غير القادر على الكسب، كلاهما يأخذانه، هكذا ذكر. الأب والجد، أما الأم أيضا يأخذ، أو أم إذا كانت وصية، أما الحاكم له ذلك يعدم اختصاص ولايته بالمحجوب. ثم اتفاقا، لكن الراجح لا يأخذ أحد. نعم. وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفكي أسير، رجل يجمع التبرعات من أفراد المسلمين، لماذا؟ لفكي وإطلاق أسير لهم عند الكفار. إذن هو جمع مالا ألحق به قيس به، فإذن لو كان غنيا لا يأخذ بشيء، لا يأخذ منه شيئا، لو لم يكن غنيا بل بسبب جم المال وشغله بفك الأسير انقطع عن كسبه وهو فقير، إذن يأخذ من هذا المال نفقته، هكذا. فله إن كان فقيرا الأكل منه، وللأبي والجد استخدام مهجوره فيما لا يقابل بأجرة. نعم. فله يعني من جمع مالا لفك أسير، إن كان فقيرا الأكل منه، من هذا المال يأكل. هذا فك أسير هكذا قال. أي مثلا، لماذا ذكر أي مثلا؟ إما جمع المال لفك أسير أو لخلاص مدين معسر، ليس لفك أسير هو أيضا داخل، أو مظلوم، ثم مظلوم
مصادر النوم هكذا. إذن وكذا يدخل في الأخير قال الشرواني وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد. من جمع لنحو بناء مسجد أو مدرسة هكذا. فإذن هذا رجل يعمل للمصالح العامة يجمع الأموال كذا كذا وهو فقير ينقطع بسببه عن كسبه فيأخذ مهنته نفقته من هذا المال. هذا هو المسألة. نعم. ثم وللأبي ثم وللأبي هذا مسألة استخدام الصبي وللأبي والجد استخدام مهجوره في أي شيء يستخدمه يطلب منه الخدمة فيما يعني في عمل لا يقابل بأجرة. إذن لو كان هذا عمل يقابل بالأجرة فلا يجوز. نعم. ولا يضربه على ذلك يعني على ترك الخدمة. هو استخدم لكن الولد لم يخدم هل يضرب؟ لا يضربه خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه هكذا قال بعض العلماء. ثم وافتى النووي رحمه الله لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشده وإن لم يكرهه ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن كرها. نعم. والذي سبق يعني الأب والجد يعني ابنه أو ابن ابنه. فإذا رجل استخدم ابن بنته. نعم. فإذا للأبي والجد استخدام مهجوره فيما لا يقابل بأجرة. فإذا لو كان ما يقابل بأجرة فلا يجوز. هذا الذي أفعله. لو كان ما يقابل بأجرة لا يجوز. ثم هذا بالنسبة إلى ابنه أو ابن ابنه. لذلك هذا كراب وجد. لو كان الجد من جانب الأم فإذا استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشده فإذا يؤتي الأجرة. هكذا أفتى الإمام النووي رحمه الله. وإن لم يكرهه ممكن هذا الولد لا يكره بل هو برضاه هو يخدمه مع ذلك يجب الأجرة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التبرع. يعني هذا الخدمة منافع. فإذا عندما يخدم كأنه يتبرع بمنفعته. هل هو من أهله؟ ليس من أهله لذلك يجب الأجرة. ثم بعد الرشد لا يجب الأجرة. هذا الذي قال ولا يجب أجرة الرشيد إلا أن أكرها. لو كان مكرها يجب الأجرة وإلا يعني لو كان راضيا فلا يجب الأجرة. ثم ويجري هذا في غير الجد للأم. هذا يعني وجوب الأجرة إلى البلوغ والرشد وإن لم يكرهه أيضا يأتي في غيره أيضا في غير الجد للأم من غير الأب والجد يعني من العصبات. مثلا أخ يستخدم الأخ رجل يستخدم الأخ أو خال يستخدم رجل يستخدم ولد أخته هكذا وهناك يأتي إذن هكذا. نعم. وقال الجلال البلقيني رحمه الله لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أي حتى الحاكم بل يذن لمن ينفق ثم يوفيه. فإذا رجل صبي له مال غائب ليس في البلد أنفق وليه عليه من مال نفسه من مال الولي بأي نية بنية الرجوع إذا حضر ماله لو حضر ماله هو يأخذ منه رجع عندئذ يرجع. متى يرجع؟ إن كان أبا أو جدا يعني لو كان الولي أبا أو جدا يجوز له الرجوع لأنه يتولى
الطرفين، الأب والجد يتولى الطرفين يعني الإيجاب والقبول. ثم إيجاب يعني القبول للرجوع، نعم، بخلاف غيرهما، غير الأب والجد لا يجوز، حتى الحاكم أيضا. الأم الوصية مثل الأب والجد أو الحاكم، هذا مثل الحاكم. بل يؤذن لمن الحاكم يعني يؤذن لا غيرهما، ماذا يفعل يعني لهم لغير الأب والجد حيلة، وهكذا لو أنفق من مال نفسه يفوته المال، فإذا هناك حيلة، وهذه الحيلة يقول بل يؤذن، من يؤذن يعني غيرهما يؤذن، غير الأب والجد، الأم الوصية وبالحاكم وبالأخو هكذا، كل يؤذن لمن ينفق، لمن ينفق على هذا الولد، ثم يوفيه، ثم هذا الغير يوفي هذا الذي أنفق عليه، من أنفق يوفيه يعني بعد حضور ماله، فإذا لا يتحد هناك القابض المقبض. فإذا من أنفق يكون قابلا، من الموجب الذي أذن، فإذا يختلف الطرفان. فأفتى جم في من ثبت له على أبيه دين، فادعى إنفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين. نعم، أفتى جم في من رجل ثبت له على أبيه دين، ثبت له على أبيه دين يعني هنا أب مدين وهذا الإبن داين هكذا، والذي أعطى الدين لوالده، ثم هذا الأب يدعى، فادعى الأب يدعى إنفاقه عليه، إنفاق هذا الدين على من؟ على هذا الإبن، يعني من هو يدعى هكذا. بأي شيء فتوى؟ أفتى جم بأنه يصدق، بأن من يصدق؟ بأن الأب يصدق هو، إما أبو يصدق هو أو وارثه، وارث الأب يصدق كيف باليمين. فرغنا من هذا الباب، باب الحجر ومسائله، ثم فيما يلي مسائل الحوالة، فيما يلي مسائل الحوالة، إن شاء الله نوقف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم نبر بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف الذي مشاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ورقاب من له حق علينا من الدين والمظالم والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. جزاك الله خيرا يا شيخ. آمين يا رب العالمين.